صباح الخير عليكم وين ما كنتوا، وبتتواصل فقراتنا وايضا ضيوفنا اللي موجودين معنا. اول ضيف حيكون معنا ان شاء الله من خلال الساعه الاولى الاستاذ عثمان المصري، هو مدرب تطوير ذاتي وتنميه ذاتيه وبشريه، واليوم حنتكلم ونتحاور ايضا عن الحوار الداخلي. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك. صباح الخير عليك. صباح الخير. لكل السادة المستمعين والمشاهدين. مرحبا بك أستاذ عثمان. لما نقول حوار داخلي، كثير من الأسئلة اللي ممكن تكون دايرة في أذهان السادة المشاهدين والمستمعين اللي بيتابعونا، شنو يعني حوار داخلي؟ الأسئلة دي ذاتها هي حوار داخلي. هي حديث النفس. تمام. كثير مننا بيتكلم مع نفسه، ففي كرات بيتعدى الكلام مع نفسه لانه يتكلم مع الترابيزه مع الحيطه مع كده، ما في اي مشكله. فجأة يقول لك فلان جنب بيتكلم برا، المشكله انه ما يردوا لك. لو ردوا لك توقع اشكالي، لكن طالما هو كلام حديث بتاع نفسك داخلك اصلا قاعد يحصل، فانت لازم تكون في حاله تواصل، يا في حاله تواصل مع الاخرين، في حاله تواصل مع نفسك. فيبقى جوده التواصل مع نفسك ده لانها هي بتاثر على التواصل مع الاخرين. فانت لما تتملي بجوع تتدفق لبرا، مش كده؟ صحيح. فبعد ذاك بيبقى كلامك مع الاخرين بيشبه الجوع. فاذا حصل يعني انه الجوع وبرا مختلفين، حيفوز الجوع، والجوع ده انت المفروض تتحكم فيه. ولكن للاسف الشديد لانه نحن ما منتبهين للجوع، فما عارفين انه بيعمل في شنو، وعندنا واحد قاعد جوا كده قاعد يدمر فينا، فمفروض ننتبه له. وده الغرض، يعني انا داري انبه الناس انه انتبهوا للزول اللي قاعد جواك، قاعد يسالك اسئله، قاعد يدمر في بعض الصوره الداخليه حقتك. صحيح. فده ده المقصود منه، ده انا قاصد انه فعلا ده الناس انبهوا للحته دي. تمام. يبقى معناها الانسان مفروض يكون متزن مع نفسه ومع ذاته هو بيحاور فيها، يعني حتى لما انت بتحاور فيها 200 انا اكون متزنه مع نفسي واحاور فيها. في زول لما يكون مسترخي وخلاص بالليل يراجع حاجاته هو عمل شنو، وفي زول اثناء ما هو قاعد الان حتى لو هو بيتكلم مع زول بيكون جواه وشغاله اسئله وبتتولد حاجات كثيره. يعني مثلا الان نحن بنتكلم في اسئله بتدور. صحيح. في اسئله بتدور وانا بتحدث معك، في اسئله انت قاعد تتولد لك في اللحظه دي. صحيح. يا اما كني دار تقوليها، يا انه انطباعات الناس عنك شنو الليل القناه اول يوم وما اعرف. يعني فالاسئله دي قد تكون خصما عليك، لانها بتضيعك، يعني بتخليك انت في حاجات بتفوتك مشتتة. يعني ممكن اي الحمد لله انت ما كده، لكن يعني ممكن انت تكوني بتفكري في حاجه جواك في حوار داخلي، والزول بتحاوري فوقه يكون ما شافات طلع من الموضوع اي شيء، فانت تجي تسالي نفس السؤال ثاني ولا كده، فيبقى التحوار الداخلي ممكن يكون خصما عليك وممكن يكون معك. فانا بتذكر في تجربه عملوها في واحد من الجامعات الامريكيه، لبسوا الناس نظارات، النظارات دي بتشوف الزول بالقلبه، بتشوف اي حاجه بالقلبه. فخلوهم اليوم الاول طبعا بيقوا يضربوا في الاساس كده زي السكارى يعني. نعم. فعدوا يوم والثاني، بعد اسبوع بيقوا ماشيين بها عادي، يتعودوا عليها. بعد شهر طبعا هي اصلا الصوره بتجي جوا بيشوفوها مقلوبه. فالطبيعي نحن برضه في عندنا في الاساس تبع عيونك الصوره بتجي في العقل تجي مقلوبه، تخش جوا في العدسه مقلوبه. صحيح. العقل يصلحها. هنا عملوا العكس، فبعد شهر لما شالوا منهم النظاره بيبقى عندهم اشكاليه. ما قادرين يمشوا بالطريقه الصح في عدم وجود النظاره، ما بقت حاجه صح. ليه؟ لانه الداخل، الانسان الداخلي، الحوار الداخلي، الحاجه قاعده جواك دي ممكن تتعود على شيء معين. فنحن تعودنا عليه انه نحن اي انسان في الدنيا دي بيعبر عن ذاته بصوره. انت عندك صوره وانا عندي صوره عن نفسي، وانت عندك اي زول عنده صوره. هذه الصوره اتبنت بطريقه عشوائيه، فانت وحظك. اذا اهلك كانوا كويسين وطبعا صلحوا الصوره دي او انت قدرت انك صلحتها. صحيح. فاذا الصوره الداخليه دي هي اللي بتتحكم في رده افعالك، هي بتتحكم في تصرفاتك، وضعك المالي، كل شيء تتحكم فيه هذه الصوره. وفيها هذه الصوره هي اللي بتخلي الكلام الداخلي. لو انت صورتك كانت ايجابيه كويسه، فبيبقى الكلام الداخلي مهما حصل فما يعني الحوار الداخلي مهما حصل ما بيقدر يأثر فوق. لكن لو اصلا هي مشوهه وقام الحوار الداخلي جاي يقول لك انت فكرت مثلا يا اخي انا والله داير ابقى وزير، يقول زولك قاعد جواك يقول لك يا اخي وزير شنو؟ بالله هسه خلقتك دخل وزير.
شكلك ده شكل وزير، فيبقى في اشكاليه حقيقيه نحن لازم ننتبه لها. تمام. طب يا استاذ، يعني انا عايزه اسال، انا عشان انتج حوار لازم يكون في عناصر للحوار، ولازم يكون في موضوع للحوار، انا كيف بقدر انتج الحاجه دي؟ وهل الحوار الداخلي يعني ممكن يكون بصوت عالي مسموع، ولا هو ممكن يكون حوار داخلي قد يشغل الشخص وتحس انه بعيد وسرحان من الناس؟ طيب الحوار ده اصلا هو موجود قاعد جواك. لو قلت لك ما تفكر في داخلك، ما كده بكون انا يعني كذبت عليك. انت لازم يكون في حوار، وانت لازم يعني تستفيد منه. طالما هو حقك انت فخليه يشتغل لمصلحتك، ما تخليه يشتغل لضدك. طبعا في بعض الاحيان ممكن نشوفه مسموع، يعني الشخص تلقيه يتكلم مع نفسه، فده طبيعي يعني ما فيها ما جنة. ما عادة الناس بيقول لك فلان جنة والله ماشي في الشارع بيتكلم، هو بيكون بيحسب فين حق العيش بكم وحيجيب كده والمرتب حيكفي ومفروض يصرفه، صحيح؟ بالضبط كده. الحاجة اللي عندها علاقة باللاوعي طوالي ممكن تمشي غالبا بيكون في اللحظة دي قاعد في اللاوعي بتاعه، واللاوعي طبعا فيه كل الصور وكل حركات الجسد مرتبطة به هو، فعشان كده بيكون شغال لا شعوريا في يفكر في شيء، أي فكرة عندها مربوطة بحاجة حسية او حركيه، فكره عندها نتيجه، فتفكر في حاجه لازم يكون عندها حاجه. مثلا يا حجي لسه في سؤالك، مثلا لو انا قلت لواحد مثلا او قالوا لك يا اخي قاعدين نتغدى كده جيب ملح، يا اخي انا ما عارف الملح وين، ما كذبت انت ما عارف الملح وين، ما عارف محله بالضبط وين، قال لك في المطبخ. يا اخي وين في المطبخ؟ المطبخ الناس دي ما يجيبوا، ما في زول غيري، ما عارف شنو ده. الحوار الداخلي شغال. لما انتصل هناك تفتش للملح او قدر ما تفتش ليه ما حتلقاه، فتقول لهم ما في ملح، يقول لك الملح قاعد في الحته الفلانيه، لحد ما يجي يفتح الدور يقول لك ده ما الملح، هو يكون ما شايفه قدامك الملح لكن انت ما شايفه. ليه؟ لانه عقلك الداخلي استجاب للحوار الداخلي بتاعك، ولازم يطلعك انت صح، لانه عقلك اللاواعي عنده مهمتين. كل حلقه انا تقريبا قاعد اقول الكلام، عنده مهمتين وبيفهم بطريقتين، مهمتين بتاع انه هو يحقق كل اهدافك، واذا ما عندك اهداف حيعمل لك اهداف، ولو ما عندك اهداف حيعمل لك اهداف كرور جدا اهداف ما عندها اي قيمه تكون سالبه. يعني انا اللي بوزنه بالطاقه الايجابيه بافكاري اللي انا عايزاها، حتى لو انا حاسه انها ما ممكن تتحقق، انا المفترض اقول حاعمل كده وحيكون كده. يعني نحن ما دارين نحن طوالي نبتدي، لكن انت كلام جميل. طيب خلونا قبل كده احنا عشان ما نخلي استاذ يوسف في الخط. الو مرحبا. مرحبا، صباح الخير لكل الناس الدامر. صبحك الله بالنور ان شاء الله وجميع، وربنا يكرم محمد وخليل غاب وما لنا اليوم. امين يا رب العالمين. ان شاء الله كويسين. تحيه اليوم الله يخليك استاذ عامر. احنا معانا الان، انت تكلمنا من الدامر، والحقيقه تحيه لكل اهلنا في الدامر وفي نهر النيل. معانا استاذ عثمان المصري، بنتحدث عن الحوار الداخلي. لو عندك اي سؤال او استفسار هو جاهز وسامعك، تفضل. حياكم الله يكرمكم. والله يا اخي كنت عارفه من يوم 1/1/2018 حديث الناس لانفسهم ابتدى واحدين كمان بالجهر. من حل علينا الغلاء والبلاء ان شاء الله ربنا يغفر عن السودان ان شاء الله يا رب. ثانيا انا عندما اقول قاعد اقول دائما قاعد اقول يا اخواننا الناس يفكروا بعقلهم ليس بقلبهم. انت عارفه لو الزول فكر بقلبه، القلب دائما بمل العاطفه، يعني قالوا حتى حدود المولى عز وجل القلب ما قيمه، لانه لو كان الانسان فكر بقلبه وفي حد من حدود الله يجب اقامته، مثلا يعني قتل اليد والاعدام كذا وكذا، لو فكر بقلبه لا يقيم حد حدود الله سبحانه وتعالى. لكن قال الانسان لو فكر بعقله وجد الامر لابد من فعله يفعله. لكن للاسف نحن الان التفكير عندنا اصبح شبه مشلول. مو نحن برانا بل العرب جميعهم. اصبح الغرب متحكم فيهم بافكاره وسيطرته الاقتصاديه على العرب، مع انه هنا العرب لب الاقتصاد. البارح انا كان قلت على قناتكم دي، يعني نحن العالم الاول، لاننا نحن من اسسنا العالم الاول، اسلافنا اسس العالم الاول بافكارهم وعلومهم، كان طبيه كان اقتصاديه كان جغرافيه كان اكتشافيه، نحن اللي اسسناهم وهم اغتنموها وصاروا يفكروا فيها.
ونحن للاسف في ريبورت بافكارنا احنا اصبحنا بس نكلم انفسنا باسلوب بالحياه اليوميه والعياذ بالله، وان شاء الله ربنا يفتح علينا وعليكم يا ان شاء الله. شكرا شكرا ليوسف من الدامر، شكرا لك، وهو متابع لبرنامج الصباح انفاس الورد. ثاني حنكون معك انا وهايلين، ما حيكونوا خليل ولا محمد سليمان الصباح يوم السبت ان شاء الله. تحيه للزملاء كمان. مرحبتين، وانا بحييه لانه برضه يعني هو من الناس اللي انا خلق يعني لازم اسمع صوته ذاك هو البرنامج بتاعي. فانت جاي برضه جواك انه يوسف حيتصل من الدامر، فلان حيتصل من الخرطوم، بتكون اكيد في حوار داخلي كده. في واحد ثاني حتتصل بعد شويه من عبر او من الدامر برضه. نعم. فحقيقه يعني الناس المميزين اللي قاعدين يقول كلام بيصل للمشاهد، انا بعتقد انه بيورينا انه ممكن في عده طرق ممكن توصل بها كلامك للمشاهد. فنشكره حقيقه، قال كلام جميل جدا جدا. ونحن قاعد نعيش الماضي كثير. طيب ده بخلينا نرجع لانه الصوره الداخليه تكونت كيف؟ تكونت من ماضي، من اهلنا. اهلنا لما نحن كنا صغار فكانوا لو اذا انت محظوظ كده بقول لك كلمه يا حمار يا غبي هنا يا قله. لو محظوظ يعني فبتكون بعد ذاك صوره لك انت. لما يجيبوا لك هديه وتجي تفتحها ويكوركو يجيب نفتحها لك بدوك احساس انك انت ما بتقدر. فيبقى هنا حتتكون صوره داخليه. العجز بيسيطر عليك كدا. مثلا فغالبا الصوره الداخليه حقتك دي بيكون المسيطر على انك انت ما بتقدر، انك انت عاجز عن انك انت تقطع الشارع، عاجز عن انك انت تعمل بعض الاشياء. تمشي المدرسه تجي يوم تحل حاجه الاستاذ ها قوم نشوف كده، يقوم اجابتك خطا، يقوم يديك كلمتين ثلاثه، الناس يضحكوا عليك. يبقى بعدك في انهزام داخلي، ما في تحفيز، فالصوره تبقى مشوهه محزوزه. وانا حقيقه قاعد اقول الكلام ده مقارنه باطفالنا الان موجودين في مثلا سنه ثامن، اقارنهم بنفس الناس في نفس العمر برا السودان، بلقى انه اولادنا مهزوزين. شخصيه مهزوزه، يا جماعه العلم ما كل شيء، العلم ده بيجي في اي وقت. اي وقت انت ممكن تبتدي العلم، في شخصيه ما اي وقت بتجيبها. صحيح. اذا نتعب على شخصيه ابنائنا اكثر من نتعب انه نعلمهم. حيتعلموا وانت حتعلمهم، والزمن ده يعني المعلومه بقت سهله جدا جدا. صحيح. فلكن التربيه اهم. فده اللي انا دايره، ابني شخصيه لطفلك كويسه، لما نطلع الشارع حيكون قوي جدا جدا، ما حتخاف عليهم. طيب فبقت الصورة الداخلية تعبانة جدا جدا. طيب سامنا سأذنك عندي سؤال، ده دورك مفترض تسألي. أنا حسألك يعني دي رسالة لكل الأمهات، إنه مفترض ينتبهوا لأطفالهم ويبدأ مسألة التحفيز في البيت، حتى لو هو غلط حاول تتكلم معه بصورة طيبة وصورة لطيفة على أساس إنه ما يعيد الغلط. 200 أنا ممكن أبدأ أبني شخصية طفلي من عمر 200 ممكن أبدأ. من يلده؟ من يلده؟ في بعض الناس يقول لي يا أخي نحن يعني الطفل الصغير ما بيفهم حاجة، بيفهم الطفل بيفهم وجه بطن أمه بيفهم أيوة. فما بالك الآن أنت بتقول للطفل حاجة بيفهم لغة الجسد غد ما يفهم كلامك، لأنه عقله الواعي ما اكتمل، لكن اللاواعي قاعد وشغال. فيعايلك في وشك كده ويعايم يغرر بعد ذاك يبكي ولا يضحك من لغة جسدك. صحيح. فإذا بيفهم تكلم معه كيان كأنه كيان. نحن علمونا انه نحن تقديرنا لذاتنا بناء على انه الناس الثانيين يحبوك. ما انت بتحب نفسك بناء على شيء انت بتعمله، ما عشان ذاتك، لكن لانك انت بتعمل حاجه معينه. فانت بعدك باقي حياتك كلها، الكلام ده بيبتدي من الصغر، من نحن صغار مش كده؟ نعم صحيح. يعني الحب المشروط اللي قاعد يقولوه الامهات والاباء، انت لو بتحبني كان عملت كده. لا يعني انا لانه بحبك كده، يا اخي انا بحبك أقول له كل يوم، وأقول له بغض النظر عن إنه هو نجح أو ما نجح، لأنه في النهاية ولدي مش كده. صحيح. فمفروض أنا دائما أقدم ما أقدمه، وهذا كيان، هذا الطفل كيان أنا أحترمه جدا جدا. وخلي عنده خيارات دائما، وأنا بديه خياراته وهو صغير لسه ما بيفهم، وقت يختار خطأ لكن حيتعلم يختار. أخليه يختار برام. يبقى في الشخصية انه الخيار حقه، عشان لما نطلع الشارع يجي واحد يقول لها مخدرات ولا سجاير ولا كده. صحيح. يقول له لا انا ما داير كده، لانه بيعرف يختار عن قناعه داخليه. بالضبط كده، تمام. بيبقى عنده شخصيته حقته. ده بيقودنا برضه يا استاذ عثمان للحوار الداخلي. معلش طيب نحن ناخذ الاتصال. ام عبد الله من عبره. ايوه. صباح الخير.
صباح النور عليكم السلام، والله منورين الشاشة. تسلمي كثير، صباح النور عليك. الله يبارك فيك، التحية لك وللمصري. مرحبا. تسلم والله. المصري ده متوقع اتصالك من قبل. الله يرضاك ومرتاح لك كلامه، يعني كلامه جميل وتفيدنا كثير والله، يا رب الله يدور عافية. تفضلي. بالنسبة للطفل انت لما تدربي عليه وتكوني معاه كويسة وما يعني شنو بتكتشفي قدراته. تكتشف قدراته، يعني تكون عندك لوحة حميمية وتتعزز يكون الثقة من هو صغير. يعني حتى في يعني أمهات الطفل عمره سنتين ثلاثة سنة بتغضبوه غضب شديد، يعني لو عمل حاجة وهو ما بيكون عامل قاصد إنها هي غلط، يعني بيكون بدون قصد، يعني بيكون من هاي يعني الواحد أنا أوريه إنه ده غلط ده صح، يعني كده بيفهم. بالمناسبة الطفل ده غالي شديد، يعني ده بالنسبة للطفل. بالنسبة لكلام عم يوسف بعد عمر ونجح جميل، وقال الزول ما يفكر بقلبه بالعاطفية بعقله، العقل برضه يحتاج لانك تكون ايمانك قوي، يعني قال العبد في التفكير والرب في التدبير، يعني صحيح. في ناس سبحان الله انت تبدي الحاجة ربنا بتمها عليك، مثلا من السنادير سويت انت دار تحكي، يعني ربنا بسهيلها، يعني مع انها هناك يعني المصحف ضلت شفتيه كثير، يعني تقولي والله ده حتى انا بحفظ الصورة البقرة دي كيف والله بحفظ، لكن لما تضبطي تكملي بتحفظي صحيح، تشتركي بعطارد بالشهيدية، يعني اي حاجة الواحد كيف يبدا، بس يعني في الناس بتخاف من البداية، لكن الواحد لو بدا اي حاجة بتتم يعني صحيح. تمام، شكرا لكم عبد الله، كلامه جميل انك كيف تبدا صحيح، ما يكون عندك حواجز. دي حلقة يعني براي انا حقيقة، يعني من حياتك قاعد اقولها كثير، نحن نعمل الاسباب، ربنا سبحانه وتعالى قال للسيده مريم هزي اليك بجزع النخله. نعم. فانت اذا بديت بعد ذاك حتلقى انه الخطوات بتتتالى برا. نعم. فانا نصيحه دائما بقول للناس كل يوم اعمل حاجات بسيطه لمده سنه حتلقاها كثيره، يعني فبتوصلك للحاجه اللي انت دايرها. فنشكورك، قاعد عندها اسلوب جميل ولذيذ جدا، انا قاعد ده رسالة بتوصلها للصباحية. مشاكري ليها. مرحبتين. لو رجعنا للحوار الداخلي بنلقى الإنسان بينه وبين نفسه، بيقول لك فلان ده بياكل في روح وبيتكلم مع نفسه كثير، وممكن نفسه دي تسوقه لحاجات ما جميلة وما حميمية وما بتشبهه، قد ما تشبهه لا في شكله ولا في صفاته، أنت بتشوفه زول متزن جدا جدا، لكن بتلقى منه حاجات تانية بيقول لك ما بتشبهها، بيكون ده بينه وبين نفسه الحوار الداخلي، هو بيناقش نفسه وعنده حاجاته الخاصه بدون ما يصير للناس اللي حوله بيعملها وبتظهر بشكل سلوك مثلا. ممكن نحن نقول انه الحوار الداخلي ذاته بيتقسم، يعني في خمسه نقسمه لثلاثه، في الارهاب الداخلي في ده الخطير شكله، ده خطير مشكله في، لكن السلبيه، وفي التقبل الايجابي. فنجي للارهاب الداخلي ده بكون قاعد بس عشان يدمرك، بيدمر بالذات لما انت تكون في صورة، اول ما انت تتخيل انك انت حتبقى وزير يقوم هو يجي كده يعمل لك كده يقول لك وزير شنو بالله عليك، الله خليك تقني مخلوقات وزير، منو عائلتكم بيقى وزير يعني وزير عشان شنو؟ عشان تعمل شنو؟ هو السودان ده ولا حاجة تاني؟ هتطلع حرامي يقولوا لك ويقولوا لك حضيف شنو كده يعني يكسر الصورة. طيب اصلا ده هو شغله دايما انه بيكسر حياتك، لان اسمه ارهابي داخلي، سموه الهدام ده مثلا، هدام جدا جدا هو. فاذا مرات انا بيحصل الكلام ده لانه في صوره داخليه حقتك هو فاكر ان الصوره دي هي الهدف حقتك، وانك انت مفروض تكون محافظ على هذه الصوره. يبقى يقولنا في صوره اتبنت مش كده؟ صحيح. فهو داير يحافظ على الصوره، قاعد حارس كده. اي حاجه تجي تكسر الصوره دي هو تجي يعني تغير هذه الصوره، هو بيقعد لا داير الصورة دي تظل كما هي. فإذا أنا لازم أغير في الصورة، وتغيير هذه الصورة دي منك أنت، يعني أصلا ما في زول بيتحكم بعد فيها، أنت ممكن تغيرها. أول حاجة أغيرها كيف؟ إنك تعرف إنه في صورة داخلية متحكمة فيك، ثم بعد ذاك بتقدر تغيرها. شغلاتك تجينا نغيرها لك، ما في مشكلة، في عدة طرق. لكن إذا أنت ركزت على الإيجابيات حقتك، وللأسف الشديد نحن ما قاعد نركز على الإيجابيات، نحن قاعد نركز على السلبيات. والإنسان يتذكر أكثر ما فيه مشاعر، يعني عندك مشاعر
اتجاه حدث محدد حتتذكره لما تموت، مع انه تكون ناسي قبل كم يوم اكلت شنو ولا لقيت شنو كذا. ليه؟ لانه حاجات ما فيها مشاعر، ما فيها حواليها مشاعر. فاذا انا اشوف النجاحات وين واعمل حواليها مشاعر وانا قاصد عشان ما تتنسي تاني. يبقى حتغير في الصورة الداخلية لي شوي شوي، كل ما يجي حدث جميل جدا جدا وانا احتفل به وكذا يغير في الصورة الداخلية لحد الصورة الداخلية تتغير بصفة كاملة. فاذا طيب حاجة تانية، الارهاب الداخلي ده ما تديه صورة، بعدين المفروض تنتبه ده نوع من الانتباه. خليه الحاجات مشوشة، خليه الحاجات الكلام، هو ارهاب داخلي بيشتغل بـ 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 للناس السامعين اكثر، بيشتغل باصوات. فلما تدي صوره بطوال بيحاول يكسر هذه الصوره، انت بتدي العكس تماما. قول انا لو قريت هيحصل شنو، لو طورت من امكانياتي هيحصل شنو، فتبني الصوره بناء على كلامك الداخلي انت. فيبقى البنى الصوره هو، فما حيكسرها حسب هدفي اللي انا عايزاه، حسب هدفك اللي انت عايزه. طيب في اشكاليه كبيره جدا جدا للكلام، قلت زول بياكل روح مش كده؟ ايوه. في ناس بيكون ما عندهم اهداف فبيفكروا في اشياء كثيره، عشان كده بيكون اكل السوسه والعافيه والسوسه، تلقاهم ما ياكل ضعيف جدا جدا. نعم. لما يكون ما عندك هدف ما معناته عقلك بيكون مرتاح، عقلك اصلا بيشتغل هو اداه بتاع تحقيق اهداف وحفظ الحياه. قبل لك انا قلت عنده مهمتين. مهمه تحقيق الاهداف، والمهمة الثانية انه هو يحافظ على حياتك. فاذا اذا انت ما عندك هدف هو حيجيب لك هدف، لانه ما بيشتغل ساي. فاذا اشتغل ساي حيبقى شغال في اهداف كثيرة جدا جدا، ولما يشتغل في اهداف كثيرة زي جوجل الان لو كتبت له عين بس حيديك كمية من المعلومات ما منها فائدة. صحيح. ما حيجيب، حيستهلك كهرباء زيادة، حيعمل حاجات كثيرة في نفس الوقت ما منها فائدة. تمام. ده بالضبط اللي قاعد يحصل لمخك، فانت بتكون تعبان جدا. تمام. جدا. تمام. حنواصل الحديث معك، لكن حنستقبل استاذه فاطمه من سنار. فاطمه صباح الخير. الله يعافيك كثير. كيف حالك؟ تمام؟ تفضلي. شكرا كثير والله. نشكرك. من المتابعين طوال البرنامج بتاعكم. الله يديك العافيه. مرحبتين. الله يعافيك. معك استاذ عثمان، وموضوعنا اليوم عن الحوار الداخلي، تفضل لو عندك اي استفسار هو سامي حضرتك. والله ما نفسي كويس، انا دايره دي مشكلة، هي خمس سنة دايرة أتكلم مع الدكتور يعني بعد الحلقة ده. تمام، سيبي رقمك في الكنترول، كنترول يا ريت ترجع عليها وإن شاء الله تتواصلي مع الأستاذ. شكرا لاتصالك. إن شاء الله. تمام. أنا عندي سؤال يا أستاذ مصري، حرجع لك أو عفوا بسؤالي القبيل كان طرحته لك، يعني أنا عشان أنتج حوار لازم يكون عندي عناصر للحوار ويكون في موضوع وفي شخص مرسل له الحوار نفسه. كيف أنا بقدر أنتج المسرحية انا ذكرت لك عناصر دي من خلال الحوار الداخلي؟ كلامك جميل. لو نحن الحوار ده مع جول ثاني مش كده، لكن الحوار ده داخلي. لا داخلي. اي فالحوار الداخلي غالبا نحن ما منتبهين له. فنحن الان يا داب نبهنا الناس انه في حوار داخلي قاعد يحصل، هذا الحوار انت المفروض تتحكم فوقه ومفروض يشتغل لمصلحتك دائما. فهو نحن نقول انتبه للثلاثه اللي قلناهم، انه هم ثلاثه انواع انتبه ليها. قلنا الاول ارهاب الداخل، الثاني لكن السلبيه، هو يقول لك يا اخي انا زوج كويس جدا جدا، لكن اول لكن دي حاجات تعبه. فانتبه لانك انت ما تقول لكن دي لنفسك، والتقبل الايجابي انه انا اتقبل نفسي كما هي زي ما هي بكل صفاته وتبعاته باي حاجه، لانه لو ما تقبلت الحاجه ما بتعرف. لو انا الان ما عارف انا وين، ما لو الان اي شخص يعني داري يوصلني لحته الهوفية لازم يعرف انا وين. فانت نفسك عشان تغير في نفسك اعرف انت وين، فتقبل نفسك كما هي. موضوع طويل، نحن نجي له حق التقبل. فاذا الكلمات العناصر حقت انه انا اتعامل مع نفسي او اتحاور مع نفسي، فغالبا الحوار الداخلي ده او نقول الارهاب الداخلي ده ما بيفهم الصور، فبيحاول يكسر الصور. فلازم تكون عنصر مهم جدا الكلمات، عنصر مهم جدا جدا انك انت تنتبه للكلمات حقتك، بنقول تكون دقيق فوقها. قال لي يعني مثلا داير ابقى وزير،
قال لي يا اخي في منه في عائلتك وزير؟ طيب ما كل زول في الدنيا دي لازم يكون عنده زول وزير في العائله عشان كده. لكن احنا عندنا زول في الخط، رايك شو؟ نمشي نشوفه على طول. مرحبتين. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. امري من بحري، اهلا بك، كيفك؟ صباح النور عليك. الله يبارك لنا، بيطلق بكره معاك. اتكلمتي جواكي كثير عشان ما تكلمينا. والله يا عائشه عملتي حوار داخلي، كان شنو نتائجي طلعت شنو؟ والله نتائجه انه مثلا ما غير الاطفال يعني حتى على مستوى الكبار يعني. بعد مرات ممكن تكون انت في تلاقيك حاجات زي تحبطك، او مثلا انه مثلا تلاقيك نظره معينه تكون غير الحاجه جواك. اهم شيء الزول يكون عارف مقدراته شنو وجواه وفين شنو. نعم. وهو ذاته شنو، هو ذاته شنو. عشان مثلا ما هي نظره محبطه تقوم تديك اثر، حتى لو الزول نزل شويه كده لما يعيد تفكيره ويشوف مقدرات نفسه والنعم اللي هو فيها، فاكيد يعني بيجيه طاقه ايجابيه وبيكون عارف. يعني انا بقضي اقول انه مثلا ما كل الحياه السلبيه اللي بحب الزول المفروض تحبطه وتنزل من غدره لعند نفسه. نعم. يعني لان الزول لو نظر غدره نزل عند نفسه بينعكس في كل تصرف، حتى باهتمامه بنفسه كشخص يعني، برغباته بميوله بحياته. يعني اهم شيء الزول يكون عارف مقدرات نفسه، انه ربنا مدينه بده كم من النعم، الحاجات دي بتديه طاقه شديده ايجابيه عشان يمشي لقدام وعشان حتى يتجاوز يتخطى كل الحاجات اللي ممكن تلاقيه يعني. نعم. يعني اهم شيء الزول يكون عارف الحاجات اللي مديها له ربنا والنعم اللي جواه. وانا ما بتكلم يعني نعم اللي جوا النفس الزاده، يعني الزول يكون عارف مقدراته وشنو، فاهم نفسه هو بيعمل شنو ذاته. يعني حياتي يعني حياتي الجميله جوا دي ما ممكن تتدفن عشان مثلا كلمه او عشان زول خطاه في اطار معين ما قدر يطلعه منه، ولازم يكون اقوى من الحياه يعني. نعم. شكرا عمريم، شكرا لاتصالك استاذ عثمان. كلام عمريم كلام جميل جدا جدا. وننبه ثاني انه ما اي زوج قاعد ينتبه للايجابيات. صحيح. من ولدنا لحد هسه لو سالتكم عن الاحداث الكبيره في حياتكم حتكونوا متذكرين حياتك كامله. لما فلان مات، لما نحن ما نجحنا في ماده معينه، هو زوج دقاك في المدرسه منو، كل الحاجات تكون متذكرها. لانه فيها قلنا فيها شعور، فاذا انتبهوا من الليل قدام نحن نركز على الحاجات الايجابيه. والحاجات الايجابيه دي بتخلينا نبني صوره داخليه جميله جدا جدا. نشكر على الكلام ده، بيغني طواري استاذ عثمان، لانه الحاجات الايجابيه دي ذاتها انا برسم ليها رسمه جواي وبتحاور معاها داخليا. يعني احاور في نفسي انه انا يا اخ مفروض عندي خطوات ثابته امشيها، بكره هعمل الحاجه الفلانيه، بعد بكره هعمل المعادله، بعدين انا مفروض اشتغل في المكان الفلاني. الحاجه دي بحاور بيها نفسي، وبنلقى ناس كثيره ناجحه في حياتها هي ماشيه بخطه، وده حوار داخلي. وبتلقى زول بنفس القدر انه حاجاته ما ماشيه، بيغر انه يمشي وبيتكلم مع ذاته وبمشي وهدخل معينه وحيشيلوني وحيحصل وحيفكر في حاجه ثانيه وحيفكر في حاجه ثانيه. نشوف الاثنين المختلفات ديل. هو نفس الحوار، يا هو حوار مش كده. لكن في واحد اصلا لانه صورته الداخليه ما بتشبه انه هو يكون حاجه كويسه. فانا حاعمل كده وكده وكده لكن ما حيشيلوني. ليه؟ لانه لو شالوا حيدمر الصوره القاعده دي. لانه في واحد قاعد هناك بس مهمته يحرس الصوره دي. فاذا الناس تنتبه لانه حوارك الداخلي ده حقك انت، ما حق اي زول ثاني. انت المسؤول عنه، وانت يعني المفروض تغيره ويبقى لمصلحتك. طيب انا افكر في انه يا اخي انا والله حابقى وزير، عشان ابقى وزير مفروض اعمل كذا وكذا وكذا. انا اول خطوه حاعملها اطلع من حوارك الداخلي حتكون كده اكتبها. ثاني يوم او طوال immediately ابتدي اعمل حاجه ولو بسيطه جدا جدا، زي مهما تكون حاجه شنو، حاجه بتوديك في الاتجاه بتاع انك انت يعني تكون الحاجة اللي فكرت فيها تكون في نفس الاتجاه. نفس الاتجاه. طيب أدي نفسك كل فترة كده تخيل إنك أنت الآن وزير، وجيب الصورة وخذ معاها صوت عشان الإرهاب الداخلي ده ما يقوم يجي يقول لك أنا ما أديتني حقي، أديناك حقي. صورة وصوت. صورة وصوت يعني. لأنه ذاك بتشغل بصوت، الحوار الداخلي بيشتغل بصوت. فجيب الصورة والصوت والإحساس لانك انت داير تبقى وزير، وتعال شوف انت الان عملت شنو. فانت لازم تكون عارف انت واقف وين وماشي وين. فكل ما تكبر هدفك كل ما تقبلت الصوره الداخليه.
معناته الحوار الداخلي حيبتدي يشتغل معك. اكبر هدفي كيف؟ بانه انا امشك اعيش كما لو ان الحاجه دي حصلت بكل حاجاتها، صوره واحساس واصوات مناسبه للموقف ده، فيبقى بيكبر الهدف، بيبقى قدر برج الفاتح. فالان لما اقول لزول نتقابل في برج الفاتح ما حيقول لي اصلك كيف ولا اجي كيف وبيركبوا له شنو ولا كيف، لكن لما نقول له يا اخي نتقابل في نقول اي حاجه ما يعني كده شنو وسط، يعني وسط او قال لي حاجه ما معروفه وين، فبتحتاج توصف للزول مش كده؟ صحيح صحيح. فاذا انا اي هدف حقي دايره اكبره بس اتخيله، ولكن اتخيله لازم ما يبقى خيال صور فقط، تمام، فلازم ادي اللاواعي بتاعي، تمام. اول واعي بتاعي. نحن نواصل معك، عندنا اتصال يا انسام. ام وصال صباح الخير. ام وصال يبدو اننا فقدنا الاتصال بام وصال. ام وصال من ام درمان. ام وصالك في التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان احنا نقدر نسمعك ونتواصل معك. السلام عليكم. معنا، اهلا وسهلا. عليكم السلام. سلام. الو. مرحبا. مرحبا. ام وصال لو انت سامعانا اسمعيني من التليفون، وطي صوت التلفزيون على الاخر او اقفليه واسمعيني من سماعه التليفون لو تكرمتي، لو انت سامعاني هسه. للاسف فقدنا الاتصال بام وصال. انا حخليك تمشي تواصل في نفس النقطه، صراحه هي جميله يا انسام، يعني اديتنا خطوات كيف الواحد يقدر يتغلب على اسمه المدمر 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 داخل. ايوه يعني احنا الخطوه الاولى هعمل كده والخطوه الثانيه. طيب واصل في حديثك، لكن انا جاتني فكره، يعني ما عارفه هل انا ممكن استخدمها على ارض الواقع ولا لا يا انسام. ما تقولوا علي ممكن تنفعنا كلنا، ما تقولوا علي ان انا يعني كده. فطيب اذا انا عندي هدف في اتصال. حمد من النهود غرب كردفان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى مرحبا بك، يسعد صباحك، كيف حالك؟ كيف الاجواء الخريفيه عندكم؟ والله الخير والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله الله يعافيك. كيف الاجواء الخريفيه عندكم؟ لا لا والله الحمد لله اجواء خريفيه والله رائعه. ان شاء الله امطار خير وبركه يا رب. صباحكم الله بالخير والعافيه. تحيه لك استاذه يا ضيفكم الكريمه الاستاذ. الله يديك العافيه. تحيه لك، تفضل. حديث جميل في انفاس الوردي، الانسان لابد برضه يتنفس، يعني الحاجات في الضغوطات اللي حصل عليها لابد انه الانسان يتنفس، يعني انت الحديث مع النفس بيساعدك انك تطلع بعض الضغوطات دي تطلع منها. نعم. لانه بيساعدك انك تكون زول نشيط، لكن انا بحب انه زول يتحدث، يعني الحديث مع النفس يكون حديث ايجابي. جميل. يعني الانسان دائما اذا كان انت تطلع يعني مثلا يعني ما تفتح يعني تجعل دائما الخير، يعني انت مثلا تقول الله انا الليله ده يعني اليوم ده كله حيكون جميل وحيكون كذا، يعني انت تكون متفائل. ده بينعكس على عملك انت وبتكون استفدت، اذا كان حتى ما يتحدث انت بتكون ماستر يعني. لكن لما يكون يعني تفكيره او حواره مع نفسه يكون سلبي، بحيث انه مثلا يكون انه يقول الناس زي كلهم مثلا بكرهوه، يعني انه الناس زي ما حيكرهوه. حتكون ده اثر على نفسه، بكون يعني هنا بكون في عدم ثقه، انت بتكون دائما عايش في نفسك انه في عدم ثقه، العكس انه الناس زي هم اصلا ما بكرهوك، لكن انت دائما محدث نفسك انك اصلا هذا اللي بيكرهوك بياثر على حياتك. فانا دار برضه الدكتور يعني بيتين الحديث مع النفس يكون سلبي بيتين بيكون ايجابي. تمام. وبعد ذاك يعني الحديث مع النفس ذاته، أنا مثلا ما يطلق بصوت عالي ولا نخليه يعني حاجه خاصه. نعم. ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد، شكرا. تفضل. اذا خليت الحديث مع النفس بصوت عالي هيبقى عندك اشكاليه مع المجتمع اللي انت فوقه، هيقولوا زول ده جنة، مع انه نحن نقول ما في مشكله. لكن حاول خليه يبقى حوار داخلي، طالما هو حوار داخلي. طيب هل في حوار داخلي ايجابي وحوار داخلي سلبي؟ فيه، ونحن معظمنا يسيطر علينا الحوار الداخلي السلبي، والدليل لما انت تمشي تنوم خلاص قبل ما تنوم كده وتفكر في الحاجات حترجع للحاجات كلها الحاجات السالبه. فلانه قالت لي كذا وكذا، انا المفروض اقول لها كذا، فلان ضربني ومفروض امشي كذا، كلها حاجات سالبه. ودي من الحاجات اللي بتسبب 75 نوع من انواع الامراض النفسيه، فحق الناس تبتعد منها. فيا ريت انت لما تعيد حاجاتك وتجي تراجع حاجاتك تراجع بالطريقه الصح. فالطريقه الصح شنو؟ انك انت انفصل من المشكله وخلاص، اوكي في مشكله والان انا في حاله بتاعت استرجاع للمشكله،
في بحوار داخلي يبقى المشهد حيرجع لي ثاني. اذا انا رايحت المشكله دي وانا في حاله اتصال يعني كانه الوضع ده حاصل الان، حقوم اتعب، دقات قلبي تزيد، انزيمات كلها تتلخبط، ممكن ابكي في اللحظه دي. في اللحظه دي يا استاذ عثمان معلش انا ممكن اعمل فاصل افصل، ما نحن دايرينه اعمل ايه؟ معناها انا اسيطر على نفسي اعمل فاصل وارجع تاني من جديد اعيد ترتيبات الحياه. بقول لك اعمل شيء يعني اذا حسيت نفسك كده اول حاجه غير الوضعيه بتاعت رجلتك دي. لو قدرت وقعدت يكون كويس. اذا انت قاعد ذاته وانت قاعد بتعاين لتحت ارفع راسك لفوق هتلقى انه الموضوع بيتغير. هتعمل شنو؟ الموقف حصل وانا عايز اراجعه، تخيل انه كانه بنعاين له في شاشه. يعني الان انا اشوف نفسي في الشاشه هناك. بقى في عثمان في الشاشه مش كده؟ وحاصله له اشكاليه هناك. الاشكاليه ما تبعي انا، تبع زول في الشاشه ذاك، يعني انا بعيد من المشكله. ممكن اتعلم في اللحظه دي منها. فبيبقى يعني البعد يخليني انا اشوف الموقف ده من عده زوايا. تمام. وبكون بعيد، البعد ده بخليك انت تتعلم، بيخليك انت تشوف الاخطاء بتاعتك كانت وين. صحيح. بيخليك تقدر تعرف اعمل شنو بعد ذاك، يعني انت ما تخليها بس انت المفروض كان اعمل شنو في اللحظه دي. فبعد ذاك اطلع من الموقف ده، تكون تعلمت منه. اي موقف تتعلم منه مهما كان المه بخف. يعني عندنا تقنيه اسمها العلاج بخط الزمن، بنرجع زول لوقت الحدث. لانه مرات في احداث انت ذاتك ما بتكون في شعور، فقط عندك شعور ما عارف الشعور ده بيجيك لشنو، معذبك جدا جدا. فنقول ارجعك، حتكتشف انه في لحظه من اللحظات ممكن تصل لعمر شهرين او اقل في حدث معين تتذكره، وبعد ذاك نمشي هناك نخليك تخش في الحدث وتعالجه. لو بتكون شايفه نحن حتكون عندنا احداث كثيره ولقاءات كثيره جدا عبر انفاس الورد من خلال صباح السبت ان شاء الله تعالى، وحنتواصل معك في تفاصيل كثيره وحوار داخلي بيكون كثير حنجيك به كله السبت ان شاء الله. حنتكلم من خلاله في مختلف الاشياء وتطوير الذات، واحده من الاشياء اللي المفروض الانسان يطور ذاته ويكون متواصل ويكون مصالح معها تماما. احنا شاكرين ومقدرين لوجودك الصباح. الله يخليكم ويبارك فيكم، ونتمنى انه نكون قدمنا للمشاهدين والمستمعين حاجه تفيدهم ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله.